السيسي يؤكد دعم مصر لبناء السلام وإعادة الإعمار في جنوب السودان. وفداء الحكومة اليمنية والحوثيين يبحثان في الأردن تفعيل اتفاق تبادل الأسرى. وفرنسا تطلق خطة طوارئ للتعامل مع احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. موجز أنباء الثانية ظهرا يأتيكم وكالمعتاد من إكسترا نيوز، أسعد الله أوقاتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على دعم استقراري وأمني شعبي جنوب السودان وتعزيز العلاقات الثنائية لتصل إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت، شدد السيسي على أن مصر ستظل مساندة لجهود بناء السلام وإعادة الإعمار في جنوب السودان، وستقدم الدعم السياسي والفني وصولا إلى اتفاق شامل، داعيا المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه جنوب السودان في مسيرتها نحو مستقبل أفضل. كما أشاد الرئيس السيسي بجهود جنوب السودان لتسوية النزاعات في دول الإقليم ضمن إطار من الشفافية والمصلحة المشتركة واحترام سيادة الدول. بدأت في العاصمة الأردنية عمان الاجتماعات بين وفدي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي لمناقشة بنود تبادل الأسرى والمعتقلين. تجري النقاشات برعاية أممية، حيث يتبادل الطرفان قوائم تضم نحو 15 ألفا من الأسرى والمعتقلين. وتشمل الإجراءات التي تم الاتفاق عليها في السويد الشهر الماضي أيضا خطة للانسحاب من مدينة الحديدة، والتي تمثل شريان حياة لملايين اليمنيين الذين باتوا يواجهون المجاعة ووضعها تحت سيطرة إدارة مؤقتة. أكد مسؤولون رفيعو المستوى بالبيت الأبيض أنه لا يوجد أي تراجع بخصوص قرار سحب الجنود الأمريكيين من سوريا. يأتي ذلك في وقت عقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتماعا موسعا ضم رؤساء الأركان وقادة القيادة الوسطى عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة الفيديو كونفرنس لبحث خيارات الرد على هجوم منبج، والذي أسفر عن مصرع 4 أمريكيين. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب إطلاق خطة طوارئ للتعامل مع خروج محتمل لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. وفي مؤتمر صحفي بعد انتهاء اجتماع للحكومة، قال فيليب إن فرضية التوصل لبريكزيت من دون اتفاق أصبحت واقعا، وأن الخطة الفرنسية تهدف لحماية مصالح المواطنين الفرنسيين والشركات المتواجدة في المملكة المتحدة، مشيرا إلى أن الخطة تتضمن استثمار 50 مليون يورو في دعم المطارات والمرافق من أجل مواجهة البريكزيت.